تحية لكم أينما كنتم في مستهل حلقة جديدة من صوت اليمن لكل اليمنيين داخل وخارج الوطن. تحية إجلال وتقدير وتعظيم لكم أيها الثابتون الصامدون في مختلف جبهات الشرف والنضال المقدس. جرائم ميليشيات الحوثي التي لم يستوعبها لا عقل ولا منطق، جرائم ربما لم يسبقها أحد في كل ما شهده العالم من معارك وقتال وفتن، جرائم هزت كيان العالم الذي للأسف لا زال معظمه صامت ولم تدرك بعد هذه الميليشيا ضمن جرائم الإرهاب وجرائمها التي ترقى لمستوى أو تفوق حتى جرائم حرب إن صح التعبير. سيكون معي في هذه الحلقة أحد ضحايا تلك الميليشيا الإجرامية الإرهابية المتعفنة الرجعية المتخلفة، جميل المعمري رئيس منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري. مرحبا بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا، أحييك في صوت اليمن. لكن قبل أن أبدأ تفاصيل هذه الحلقة أذهب كالعادة إلى فاصل ثم نعود. إذن أرحب بك أستاذ جمال في هذه الحلقة. الجميع ربما سمع بك كصورة أو نموذج من يعني أو جزء بسيط لا يعني ربما لا يصل إلى 1% مما تواصله أو تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق أكثر من 20,000 يعني كإحصائية غير دقيقة ممن شملتهم التعذيب والاختطاف. اليوم أمام هذه الجرائم المشينة التي يندى لها الجبين في ظل صمت مخزي للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التي أزكمت أنوف العالم بأنها حريصة على حقوق الإنسان وحقوق الحيوان في الوقت الذي لا تزال تغض الطرف لا ندري عن عمد أو عن غير دراية عما يحدث في اليمن، أريد أن تحدثنا كيف وصلت إلى أيدي هذه الميليشيا قبل كل شيء وتحديدا متى بالضبط؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. أولا أشكر لكم استضافتي في قناتكم الكريمة، وأشكرك أستاذ الكريم أن أكون ضيفا على صوت اليمن، على صوت اليمن على هذا البرنامج المتميز. ما حل بي وحل بالكثيرين أمثالي والذين هم بالآلاف كلهم جمال المعمري. طبعا سمع الكثيرين عن قصتي وعن ما ذكرناه، ولكنه لا يرقى كما قلت إلى 1% من تلك الجرائم العافنة التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية الإجرامية الكهنوتية الحوثية. كنت يومها في 13/3/2015 متواجدا في فندق أرماني صنعاء. كنت نازلا في ذاك الفندق في تلك الليلة، ليلة الجمعة، وأنا بزوجتي كانت تعاني من مرض السرطان بعد عودتنا من الخارج من عدة سفرات، والتي يعني المأساة كانت لدي أيضا أنها امرأة لا تقرأ ولا تكتب وليس لديها تلفون وليس لديها مال في يعني بمحفظتها، ولا كذلك أيضا لدينا أقارب في صنعاء. ومن المخزي والعار أن يأتوا ليكتادوني من جوار هذه المسكينة من داخل الفندق ليلا بعد منتصف الليل وليس لها أحد في صنعاء، فكانت هذه أول جرائمهم. ثم نقلوني من هنالك إلى منزل الفريق علي محسن الأحمر بحدة، والذي قاموا بتحويله إلى سجن كبير للمختطفين ولكل من أرادوا أن يخفوهم، كما هو حال بيت علي والسلامي وكثير من بيوت المسؤولين بداخل صنعاء والتي هي بالعشرات. أول ما وصلت عندهم طبعا قاموا بضربي ضرب مبرح بأعقاب البنادق، صدقت على إثرها مخشيا علي في درج البدروم، ثم قاموا بنقلي إلى مستشفى القدس ثم إلى مستشفى الشرطة. صحيت وأنا بجوار ثلاجة الموتى، هم كانوا يريدون بس يعني يودعوني بتلك الثلاجة. فيعني بعد إيصالي إلى هناك تبين لهم أني ما زلت على قيد الحياة، فتدخلوا طبيا حتى يعني قاموا بإنعاشي، ثم إعادتي إلى ذاك القبو الذي حولوا إلى سجن مظلم يمارسون فيه كل إرهاب وكل إجرام وحشي. ولم أكن لوحدي، حيث أن أنات السجناء وأنات الأطفال في ذاك البدروم ما زالت لم تفارق ذهني حتى اللحظة. وكيف بي أن أفارق تلك اللحظة وقد خرجت بكرسي مشلول؟ طبعا أول ما أوصلوني إلى هنالك في الصباح بعد عودتي من مستشفى الشرطة انهالوا علي بالضرب بالهراوات وبالأسلاك الكهربائية، ثم إلى العصرية وهم على التعذيب.
فقاموا بربطي على كرسي حديدي، وذلك الكرسي الحديدي كانوا يستخدمون الكهرباء المباشرة من الفيش مباشرة على الكرسي، وهذا لم يصنعه أحد من قبلهم. أنا ما كنت حتى أتوقع أن يقوم بربط سلك كهربائي مباشر إلى يعني جنب مفتاح الإضاءة، ثم يقومون من برعشه على الكرسي، وقد يعني سبب لي من الأيام الأول الشلل الطرفي الارتخائي في الجانب الأيسر. قاموا بربط هذه الجهة، اليد اليسرى والفخذ الأيسر، الرجل اليسرى، كل لوحده على الكرسي، ويعني وشدوني على شكل حلزون، يعني أنا مربوط على الكرسي للخلف، ثم يعني حاول يعني انحناء بربط آخر إلى الأمام، فجلست يعني زي الكورة. فمكثت على هذه الحال 8 أيام بلياليها، طبعا لا دورة مياه، لا أكل، لا ما فيش ولا أي شيء. طبعا كان يعطوني يعني بسكويت، حبة بسكويت في اليوم، زي ما تقول اليمنيين يعرفون ذلك، قصبها أبو ولد، يعني لا ترقى إلى 100 جرام، هذا هو طعامي خلال 24 ساعة. الماء لم أكن أتناول ربع لتر في 24 ساعة، كنت أموت ظمأً. غرفة مظلمة، يعني معدومة الإنارة، لم يكن هنالك إلا الشمع، بعض الأحيان يولعه، ثم يعني مغطى على رأسي، بعض الأحيان يفتحون لي ويتلثمونهم. الماء البارد كانوا يصعقوني به، وكان يومها شتاء مثل هذه الأيام في البرد الغارس. طبعا لم تكن يعني لم يكن هنالك أي فراش في الغرفة التي كنت فيها. كانت أيضا رائحتها نتنة، لم يكونوا حتى يتعففوا، لأنهم من نتانتهم أيضا هم ماكثون في ذاك المكان ليل نهار، ذاهبين ذهاب وإياب. ساوموني كثيرا على أن يكون لي اعتذار على قناة المسيخة الشيطانية المسيرة، لأكون لهم مادة إعلامية لجرائمهم، وأسوق لهم ما يصنعونه من دخولهم إلى صنعاء ومن ما. طيب أستاذ جمال، وإن قطعت كلامك، يعني أمام هذه الجريمة البشعة والتعذيب الذي ذكرتها، ما هي الجريمة البشعة التي ارتكبتها حتى قوبلت به وسائل من هذا التعذيب؟ ما هي صفتك القيادية التي كانت كبيرة حتى نستطيعوا مثلا يبرروا أن لديك معلومات؟ هل كنت مثلا عنصر محسوب على قاعدة؟ هل كنت عنصر إرهابي لهذه الدرجة؟ يعني مارسوا معك هذه الجرائم البشعة والتعذيب، ماذا كانوا يريدون منك بالضبط؟ كل الشعب اليمني لديهم دواعش، كل الشعب اليمني، كل من خرج عنهم فهو يعني هذا داعشي، هذا إنسان يعني مخرب، هذا إنسان يعني يقضعون له أي تهمة. ولذلك كل قيادات الدولة هنالك مسيونين لدي، لا ننسى أن قائد عملية مطار صنعاء الدولي متواجد لدي، وكثير من الضباط، وكثير من المشايخ، من مشايخ صعدة بالذات، الشيخ عبد الرحيم ربشان المحكوم إعدام، الشيخ عبد الله ضيف مطار، كل مشايخ صعدة متواجدين في ذلك القبو. عندما نقلنا إلى صرف وجدنا مأساة، يعني ما أقول لك، ما ترى من أطفال، ما ترى من يعني مثل مصطفى الحجاجي أو راضي الريمي اللي عمره في 13 سنة، ما ذنبه هذا؟ ما جريمة طفل ابن 13 سنة؟ ما جريمة 26 امرأة اختطفوهن من شارع حائل ثم أتوا بهن؟ ما جريمة حسين الحسوي الشائب الذي قتلوه بالرصاص بداخل بدروم الأمن القومي في المبنى الجديد؟ ما جريمته؟ ما جريمة الأمريكي الصاحب اليو إن الذي قاموا بقتله وتصفيته؟ ما جريمة محمد هديش؟ ما جريمة الدكتور عبد القادر الجنيد الباحث والناشط الحقوقي الذي هو الآن يعيش في كندا؟ ما جريمة الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي الذي قاموا بالحكم عليه بالإعدام؟ هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. عارضت فكرهم، عارضت معتقدهم، لم تكن ممن يقبلون الركب، ممن يقبلون الرؤوس، فأنت لا تروق لهم. إما أن تكون مادة إعلامية لهم، وإما أن تكون يشيطنونك شيطنة على ما يرونه. هم الفئة والسلالة الكهنوتية التي لا تود إلا أن تعيش هي. فلذلك أبناء الشعب بالآلاف لا ذنب لهم ولا تهمة لهم، إلا أنهم رافضين الانقلاب، ورافضين الإرهاب، ورافضين تدمير المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة المدنية. نعم أستاذ جمال، أمام هذه الوحشية التي ذكرتها، والتي ربما كما ذكرنا في بداية الحلقة ترقى أو تفوق جرائم يعني جرائم الحرب المعروف بها عالميا، ما هي الأسئلة التي كانت توجه إليك؟ ماذا كانوا يريدون منك تحديدا، يعني من خلال أثناء عملية التعذيب معك؟
هم كانوا يريدون أن نتكلم عن جيهان واحد وعن جيهان اثنين، كونهم كانوا يحسبوني على الاستخبارات الرئاسية سابقا، ظنوا أن لي يعني كشف في يعني في السفن الإيرانية التي دخلت إلى عدن وتم كشف الأسلحة عنها وبعض الأنشطة سواء كان في على الحوثيين، ولكني لم أكن أعلم بشيء. هم اعتقلوا اللوائح المراني من قبل وقاموا بتعذيبه، ثم قاموا بإخراجه إلى عمان وقاموا بإخراج يعني بسجن كثيرين. نحن كانت تصل إلى مطار صنعاء 28 رحلة أسبوعية، لم تكن تصل 28 إلى أي مطار في العالم إلا إلى اليمن. هم ما كانوا يأتون بلوز ولا زبيب ولا عطور، كانوا يأتون بأسلحة وخبراء ومتفجرات ومصائب يدخلونها إلى اليمن، ولذلك طيلة هذه الأربع سنوات ما زالوا يعني يخرجون من ذاك المخزون الذي جاءهم من إيران. إيران ما زرعت ورد السلام، إيران ما جاءتنا بخير طيلة الفترة. فعندما تكلمنا عن هذا الشيء وتكلمنا عن الفكر العفن الذي فكر الملالي، فكر السلالة التي أرادوا أن يعيدوا ثورة 26 سبتمبر إلى الوراء، يريدون أن يخرجون إلى عصر عبد الله بن الحمزة وأئمتهم الذين قتلوا مئات الآلاف من اليمنيين سواء كانوا في خولان أو في حوض صنعاء أو في أي مكان آخر، فجرائمهم على مر التاريخ. عندما تكلمنا عنهم كوني شيخ يعني قبلي وواجهة قبلية أو لي نشاط قبلي في المواقف القبلية وخاصة في المنطقة الشرقية في مناطق نهم ومأرب والجوف وهذه المناطق التي كنت دائما حالا لمواقفها ذهابا وإيابا، لم يروق لهم ذلك أبدا. يعني كانوا يريدون أي تصريح مني، أي كلام مني، كانوا يقولون نريد اعتذار منك للمجلس السياسي وسوي مثل ما سوى الكثير من المشايخ وخرج. الله يفتح عليك. قلت السبابة التي رفعت بلا إله إلا الله لن ترتفع بعبد الملك الحوثي نهائيا. هل كنت يعني تلتقي مع بعض السجناء؟ كانت أيضا تمارس معهم نفس التعذيب الذي كان يمارس معك؟ بل أكثر مني، وأنا أحمد الله أني يعني من ضمن الكثيرين ممن نجوا. يعني أنا لا أرى في إعاقتي يعني أكثر من ما حل بإخواني. هنالك أناس شلت أجسادهم بالكامل، هنالك أناس يعني فقدوا أعينهم، هنالك أناس أصيبوا بالسرطانات، أناس أصيبوا بالفشل الكلوي، أناس ماتوا تحت التعذيب أمام أعيننا. ماذا مسعود البكيلي الذي قتلوه تحت التعذيب ولا جرم له إلا أن نسيبه قد هرب إلى حيور، كان محسوب على تيار سياسي أو كان محسوب على تواصل بجهة ما، ثم هرب إلى حجر. جاءوا مسكوا نسيبه ووصلوا إلى سجن الأمن القومي إلى زنزان الرقم 5، وانهال عليه أبو إسلام وأبو شامخ وأبو علي الحوثي بالضرب وأبو عمار حتى قتلوه. ما حل بالكثيرين أمام أعيننا كأمثال حسين الحسوي الشائب كبير السن الذي بلغ عمره 70 سنة، وأتوا به ثم أطلقوا عليه النار. أبو سامي يعني من عمران، هذا من يعني من قبائل بني الصريم، هذا أطلق النار على الحسين الحسوي وهو من أبناء صعدة وأرداه قتيلا. قبل أن يموت كان يقول لي يا ولدي اربط لي، كنت بجواره قلت يا عم حسين ما فيش معي إلا يد واحدة وما فيش معنا حتى ملابس يعني نخلعها، ليس لدينا إلا الله يكرم من يسمع والإخوة المشاهدين إلى الكلسونات، لأنهم خلعوا ملابسنا بالكامل. يعني كنا نبقى الأشهر الطوال يعني بنفس البدلة أو بنفس البنطلون لا يتغير، لا نجد صوابين، وإذا جاءوا لنا بصابون مثلا لا يأتون به إلا ولهم منتهي الصلاحية أكثر من سنة. ممنوع علينا الشمس، ممنوع علينا الإضاءة، ممنوع علينا الماء، ممنوع علينا كل حاجة. يعني كانوا يتعبطون بالناس، أناس يعني مترهلون في الكبر. يعني محمد هديش شائب عمره في 82 أو 83 سنة، ماذا جاءوا به؟ جاءوا بشائب ويعني ليست من يعني من باب الفكاهة ولكنها حقيقة. حسين يعني صاحب الحدا الحاج حسين الذي جاءوا به وعمره فوق 80 لم يكن يسمع، فوصلوا إليه وقاموا بضربه، كان يقولوا أنت إرهابي، كان يقول ما هو، كان يقولوا إرهابي، قال ما هو، وآخر شيء قال لا كراض كراض، قال هكذا الشيء هذا. ثم بعدين قاموا بإخراجه بعد أن مر عليه شهرين. الذين جاءوا بهم من جوار السجن المركزي هم يعلمون، هم 6 الأطفال الذي جاءوا بهم منتصف الليل وتركوهم يعني شهرين ونص
وهم يضربونهم. على أي أساس؟ قالوا أنت خرجت إلى محل الإنترنت. طيب محل الإنترنت بين، سأل الولد راضي بين، أقول فين الإنترنت؟ قال في بيتنا. هو متسير محل الإنترنت تحت يعني أسفل البيت، وإحنا في الدور الثاني. نزلت يا عم جمال الدرج، ما ذنبه؟ ما ذنب يعني هنالك كثيرين يعني من ماتوا تحت التعذيب. ما ذنب عبد الله النهدي الذي قتل تحت التعذيب؟ ما ذنب حسين الحيمي الذي قتل تحت التعذيب؟ ما ذنب الوصابي؟ ما ذنب سالم اللودري؟ كثيرين ممن اعتقلوهم يا رجل أتوا باثنين مدرسين سعوديين، سالم الغامدي وعبد المرضي الشراري. هؤلاء الاثنين يعني بعد العاصفة جاءوا فاختطفوهم من مطار صنعاء أول ما نزلوا، وقالوا لهم والله اليمني حتنزلكم في يعني في فندق شيرتون، أنتم ترانزيت. كانوا ذاهبين إلى جزر القمر، ثم أتوا بهم إلى السجن، نالوا من التعذيب ومن الإهانة ومن يعني ما يندى له الجبين. لا نقول نحن يعني من رأيتهم لا أقول أنهم عرب، ولا أقول أنهم مسلمين، ولا أقول أنهم يمنيين. هؤلاء معدومون الحياء. لم نكن في يوم من الأيام نظن أن بنات صنعاء العفيفات الطاهرات يحولهن الحوثي إلى شعارات نعم لا غير المعتقلات، إلى أولئك الذي حولهن في بعض الشوارع ليتظاهرن ويرفعن صور الخميني. ابنة اليمن، يا من تريني من هذا المكان يا ابنة صنعاء، أبالله عليك ترجعين لترفعي راية الخميني وتضعين راية بلدك تحت قدمك؟ أتتخرجين مع الحوثيين لتغيري وأنت مدرسة لهؤلاء الجيل؟ نعم. تخرجين خلينا أيضا أستاذ جمال لأجل نتشعب أكثر، سنعود على سنأتي إلى هذه بقية الجرائم. وحنا قلنا اتفق العقل والمنطق، نعم، وربما لا نستطيع حصرها. هنالك معلومات أو تقارير تحدثت عن اختطاف أكثر من 20,000 شخص، يعني هذه إحصائية غير دقيقة طبعا. برأيك هل معقول هذه في صنعاء فقط تم احتجازهم هذا الكم الهائل؟ هل كانوا يضعوكم في زنازين يعني جميع السجناء هؤلاء في زنزانة خاصة؟ نحن في سجن الأمن القومي كنا أكثر من 400، وفي الأمن السياسي أكثر من 1700. إذا كانت سجنين هؤلاء يفوقون أكثر من 2000 سجين ومعتقل مخفي قسريا، فكيف بالظاهرين؟ كيف باللي في السجن المركزي؟ الأربع سجون الاحتياطية، الفلل والبيوت والمنشآت والمدارس والمنشآت الحكومية التي حولتها الميليشيات كلها إلى يعني إلى سجون. إحنا بعد ما خرجت قمت بإنشاء يعني قبل 3 أشهر منظمة إرادة لمناهض التعذيب والإخفاء القسري. فتحنا ملفات وسنفتح في شهر 3 إن شاء الله ملفات كبيرة، سنظهر بحقائق لم تظهر من قبل. هنالك أعداد قد ذكرناها بالأمس عن من هم متواجدين في سجن الأمن القومي إلى حد هذا الأسبوع، وهذه المعلومة الدقيقة ونحن مسؤولون عنها، ولنا مساطرنا بداخل الجهاد من المتعاونين. هنالك يعني اعتقالات في عمران في الملعب وفي الإصلاحية التي في فوق عمران يعني بالآلاف. هنالك سجن حجة يعني مليان، سجن الأمن السياسي مليان، يعني أكثر من 7 معتقلات فتحوها في حجة ملأوها، ما تجد في قفلة عذر، ما تجد في سجون الحوثي في صعدة. أنا أتوقع أن يكون نحن أعلننا عن حوالي 20,000 مختطف، ولكنهم يفوقون ذلك لأن الكثيرين ممن هم في صعدة في حجة في عمران في أطراف الحديدة لا بواكي لهم، لا منظمات تصلهم، لا أحد يعني يوصل كلامهم. وطبعا مطبقين الحوثيين هنالك عليهم القبضة الحديدية الكهنوتية عليهم، فلا يستطيعون أن يوصلوا شيء. ومن تكلم تعرف الحال، يفجرون بيته ويعتقلون أبناءه، وعلى هذا المنوال. نعم أستاذ جمال، ألم يكون يعطوكم بعض محاضراتهم المزعومة أنه يريد يدخلك إسلامهم الجديد؟ لأنه مثل ما قلت يعتقد أن كل من خالفه الرأي هو داعشي أو كافر أو خارج عن الملة الإسلامية. هل كانوا يعطوكم أمثلة هذه الجرعة الفكرية العقائدية التابعة لهم؟ هل في هنالك أيضا من تم الإفراج عنهم وذهبوا بهم إلى 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 معاركهم الخاسرة وقاتلوا معهم أو اقتنع بهذا الفكر المنحرف؟ أولا من غبائهم كان لديهم واحد من شرس اسمه أبو علي من محافظة حجة، والثاني أبو مشاكل من عمران. هؤلاء كانوا يأتون ليهودي كان معتقل على تهمة المخطوطات، كانوا يقول له يا يهودي صلي، ما يعني طبعا هو ما بيتكلمش عربي نهائيا، ما لك ما تصلي، هي اقرا هذا الملزم، يقوم يدي ملزمه يعني الواحد يعني ما بيقدرش يتكلم حتى حرف واحد من العربية. فتصور انه بيكبوا الواحد غصبا انه يقرا ملزمه. هذا يهودي يمني؟ لا كان يعني يهودية يعني من جنسية مش عارف كانت فرنسية او اشياء من جنسية، كان من جنسية غربية. ف
فطبعا هو كان سائح واعتقلوه من بداية الحرب. ثم أيضا يعني كانوا يدخلون الملازم إلينا إلى داخل الغرف، كانت هنالك كتب مثلا كتب السنة رياض الصالحين، يعني تفسير ابن كثير المتعارف عليه أمام يعني للعالم العربي والإسلامي كامل أنه هو التفسير المعتمد، جاءوا فرموه وركلوه وقالوا أن هذا يعني مش صحيح وهذا مزور وهذا ناقص. وطبعا حتى المصاحف التي كانت متواجدة ساطروها، بل لا أنسى أبو معتز وأبو إسلام إذا كانوا يروني، تذكرون جيدا عندما دخلتم زنزانة رقم 3 وركلتم كوم المصاحف بأرجلكم، تذكرون ذلك اليوم عندما ضربتم سالم البيضاني، أنا أتذكر ركلكم للمصاحف عندما كنت أقول لهم اتقوا الله هذه كتب الله هذه المصاحف، والله وركلوها ودخلوا من فوق المصاحف. هؤلاء ناس حقراء جدا، طبعا هم يعني أرهقوا مسامعنا بسماعات كانت تنهق ليلا ونهارا بزواملهم بمحاضراتهم بكلمات ملاعينهم. يعني ماذا نقول لك، يعني جازوا السجناء كثيرا، بعض السجناء كان عندما يرى الملازم يتفاعل فيقوم بتمزيقها، ثم يا إما يعني ما فيش مكان أنه تخفيها، ما فيش يعني مكان، يعني أيش أقول لك، الإبرة ممنوعة علينا. لو أقول لك من ضمن المأساة عندما كانت تتمزق الملابس على السجناء، يعني في عيد من الأعياد دخلت ملاخيخ مع أكل سمحوه به بالدخول بالزيارة، ملاخيخ والله مكث مع أحمد المعكوفي تقريبا 5 أشهر وهو يخيط يعني لأكثر من 20 أو 30 سجين يخيط لهم بيش بالملخاخ، لا نجد أي شيء. يعني نحن يعني ولا في العصر الحجري، الوضعية وضعية مؤلمة جدا، ما فيش تغذية نهائيا، التغذية تحت الصفر، يعني حتى الكدم اللي بيدوها تعافوها حتى البهائم، الرز عندما يجي يدخل كان هذا أبو مشاكل، واحد وسخ واحد قذر يجي يدخل يدب بين الرز هكذا ينعثر لقل ما عدا حشياء كله، مع أنه رز يعني من تقريبا رز تقريبا بدون منتهي الصلاحية، كان بيجي سالات بيجي حالات مرضية شديدة. يعني أنا أعتقد أريد أن أصل أيضا إلى هذه المعلومة، هل استطاعوا بفكرهم المنحرف إقناع أحد أو يعني آمن بفكرهم المنحرف وذهب للقتال معهم؟ لأنه حسب علمنا أنه كثير من السجون الذي كانوا يعني يخيروه حتى قتل حتى مجرمين كانوا يقولوا لهم اذهب معنا وأعلن الصرخة وخلاص يعني يرفعوا عنه. كان معاهم في بعض العنابر، يعني كان في معاهم بعضهم اللي طبعا جهل ما همش فاهمين شيء، ما همش يعني ما فيش عندهم ثقافة، جهل مطبق عليهم، وكان يجوا يقولوا لهم بنخرجكم بنفعل لكم، يخلهم يدقوا أو يخلهم مخبرين أيضا على المساجين أنفسهم، إذا جاء سجين جديد أو جاء أحد يخلوه يشوف ما معه من أخبار ولا ما معه من معلومات. نعم. هم أولا بيعتبروا أن هؤلاء كلهم مرتزقة وهؤلاء كلهم مع الدول العدوان، إن انت رجال فهو مرتزق ولا الطفل ولا امرأة كلهم مرتزقة، ما فيش إلا هم طيور الجنة، طبعا هم من أتونا من السماء، أتونا بنبي جديد وأتونا بقرآن جديد، أتونا بملال إيران إلى داخل اليمن. طيب أستاذ جمال، يعني قد يتساءل البعض يعني هذا الكم الهائل من الأسماء الذي كيف عرفتهم، وأنت كما قلت كنت في زنزانة انفرادية، غيرك أيضا كيف، هل كنتم تلتقوا؟ قبل أن تجيب على هذه التفاصيل أسمحك. العديد من المختطفين قضوا نحبهم في السجون أو أعدموا، وخلف كل حالة تعرضت للاعتقال والترهيب أو التعذيب قصة حزن ورعب ومأساة. أهلا بكم. إذن كنت سألتك أستاذ جمال، قد يتساءل المشاهد يعني سبحان الله رغم التعذيب ورغم المعاناة التي كنت تعانيها رغم المأساة، ربما كنت يعني أمام ليس لا خيار أمامك سوى أن يكتب لك القدر أن تعيش أو الموت بكرامة، كيف استطعت أن تحفظ هذه الأسماء وتتعرف على هذه الوجوه وعلى الكم الهائل من هذه المعلومات؟ أولا الحمد لله أن الله وهب لي ذاكرة، الشيء الثاني ووهب لي عقلي، يعني لم يحصل للشيء كما حصل للكثيرين، لأن الكثيرين يعني خرجوا الآن بعاهات مستدامة، أما فقدان ذاكرة وإما يعني تدين كامل فلا يستطيعون الكلام بأي شيء. أولا الفترة التي بقيتها في السجن يعني في بيت علي محسن ثم الانتقال إلى سجن صرف، تلك فترة بائسة كوني يعني ما التقيت بأحد، يعني لم يسمحوا لي إلا يوم واحد خرجت يعني تقريبا بعد 8 أشهر إلى الشمسي في سجن صرف، كان هنالك يعني الحقراء المتواجدين في الشمسي من ميليشيات الحوثي وممن تعاون معهم
كان هنالك أبو بشير وأبو شامخ، فكانوا في الشمسي، أخرجوا في الجهة الثانية، إحنا كنا في الزنزانة رقم 2 3 4 5 6 7، يعني نحن في عنبر لوحدنا، من هم محسوبون على المقاومة أو الشرعية أو من هم يعني لا ينتمون إلى فكر آخر، وكان الجهة الأخرى كانت لبعض المحسوبين على القاعدة ومن في شاكلتهم. عندما خرجنا إلى الشمسي فالناس يعني أرهبهم وضعي، عندما شافوني كان تلك الأيام وزني لا يتعدى 45 كيلو، كنت كالهيكل كما خرج أنور الركن في حالها غير الحالة، لم أكن بهذه الصفة. فعندما قاموا يعني بعض السجناء يتساءلون، رد عليهم أبو بشير أنتم دارين هذا 7 شرائح، هذا طبعا هو اللي بيطرح الشرائح للطائرات، وهو اللي يساهم مع العدوان، وهو اللي سوى وفعل، وهو اللي استهدفكم يا تنظيم القاعدة، وهو اللي كذا، مع أنهم كانوا يعني قد حصل لنا مصائب، يعني تم التفجير بي أنا وحميد الضراب مدير أمن مأرب طبعا في 2013 في تفجير شبه انتحاري في مأرب، كذلك يعني مرتين أو ثلاث تعرضنا لمحاولات الاغتيال، وفي النهاية يقول لهم بهذا الكلام. فقلت له تعلمون يا من في الشمس؟ قالوا ماذا؟ قلت هؤلاء أبو بشير وأبو شامخ ومن على شاكلة من الحوثة يريدون أن نبقى لهم أحذية، مدعوسين كمن دعس الكثيرين سواء في عمران أو في المحافظة الأخرى، لن أكون مدعسا لكم، والله قلتها وأنا على ظهري، ولكن سنخرج ثم ندعسكم، وضربت برجلي على الأرض، فكان يعني إكمال لي 8 أشهر أخرى محروم من الشمسي. ادخلوني وانهالوا علي بالضرب، دخلوا لي للزنزانة، يعني ضربوني ضرب مبرح، ليش تكلمت أمام السجناء وكأني بين حرض السجناء لأني يتكلموا، منعوني نهائيا، حتى جاء الدكتور عبد القادر الجنيد في ليلة جمعة. طبعا هم لم يعني من ضمن الأشياء التي يعني كانت سبب لخروج الشمسي كان وجود الصحفي جلال الشرعبي، طبعا سينوه وقالوا للداعشي جلال الشرعبي، وأنتم تعرفوا زميلكم صحفي هذا كان في الزنزانة الملاصقة، كنا نحاول نتكلم من جنب الباب، يعني أو عسى يعرف اسمي ويذكرني يخرج يتكلم عني ولا عن قصتي، لم نستطع نهائيا. يعني يوم من الأيام كان فيه واحد من نقم سجين طفل، فحاولت انه قال انا حتى ولو ضربوني بحاول اوصل المعلومه من الباب. عندما اتكلم جاء ابو شام وجو خرجوا وجو ضربوا حوالي 4 ساعات وردوه الى داخل السجن. جاني الدكتور عبد القادر الجنيد، حصلت مشكله فقاموا بتوزيع السجناء في السجن، اللي يشتوي يكهروه ولا يشتوي يقرحه وقلبه يدع عندي. ليش؟ كان نسميها الزنزانه المكاربه. اولا الحفاضات ممنوعه علي، البامبرز منعوها علي علشان تجيف الغرفة ويجلس يعني أوسخ الماء الفراش تحتي. فكان إذا أيضا الله يكرمكم إذا أخرج والشاهد والإخوة المشاهدين إذا أخرجوا الفراش من تحتي أو تعاطف علي واحد من المساجين كانوا يجيبوا لي 2 جنبي، الاثنين هؤلاء اللي جنبي يقومون يعني بتنظيفي وتنظيف الغرفة. يعني كنت حينها قدك مشلول بعد مشلول كم؟ مشلول، أنا انشليت من الأيام الأول مع الصعق الكهربائي ومع يعني انقطاع الدم عن الأوردة في الجانب الأيسر. يعني كامل الشكل الآن الجانبي هذا كامل الجانب الأيسر؟ نعم، شلل طرفي ارتخائي كامل اليد مع الرجل. أيوة نعم. فعندما دخل الدكتور عبد القادر الجنيد كنت أعرفه من الإعلام سابقا، أول ما وصل أنا ما صدق عقلي أنه حيدخل لي واحد يعني إنسان فاهم، لأنه كان كل من يجيبوا لعندي ينتقموا منهم، يعني أولاد في سن 14 15، أي واحد شاغب داخل السجن ولا شيء دا عندي سر خدم المعمري، سر بزهلة داخل الحمام، سر شيله، سر فعله، سر نظفه، سر يعني جزاء إجازهم. أنا في نفسي ما كنتش يعني ما تسمح ليش نفسي أنه أخليهم مثلا يدخلوا معي دورة المياه على أساس ينظفوني ولا شيء، إجلالا لهم وحرصا على نفسياتهم وعلشان لا يملوني، لأنه يعني يكفيني أنهم بيشيلوني إلى باب دورة المياه أكرمكم الله. فعندما دخل الجنيد أنا كنت مستاء لدخلته حينه كبير في السن، لكن بعد ما عرفت أنه الدكتور عبد القادر فرحت طوالي. أول ما دخل بكى عندما شافني، مالك؟ قلت أنا على ظهري. كم لك؟ قلت هذه الفترة أشهر كثيرة لي. قام يفحصني بكى قال أنت يا ولدي مشلول. بيقول لي ما هو لي فيك؟ قلت فيني خذف في هذا الجنب. قال بتحس؟ قلت ما بنحس، يعني حاجة باردة في هذا الجهة ما بنحس شيء. أول ما فحص علي قال يا ولدي أنت مشلول. بكى وأبكاني وأبكى الأخ الثالث اللي كان معنا من سوريا. هذا كان دكتور خاص بهم ولا كان متهم؟ لا، دكتور طبعا هو نسيب أحمد لقمان.
اللي كان الحوثيين يشترطون رئيس وزراء. طبعا كان رافض الفكرة هم بيت الجنيد، لكن رجل بطل هو الآن يعيش في كندا، طلب حق اللجوء هو الآن عايش في كندا، وهو أول من أخرج قضيتي للهايمن رايتس ووتش وتكلم بها في جنيف في بداية 2017. فكان للدكتور هذا الفضل بعد الله عز وجل أن أخرج موضوعي، لأن رابطة أمهات المختطفين بعدها بعدما خبرهم الجنيف راحوا فعلوا وقفة، لكن بعد الوقفة في نفس اليوم جاءوا ضربوني ضرب مبرع، أخرجوني من الزنزانة وقالوا لي طلع التلفون. اي تلفون؟ قالوا يا ملعون طلع التلفون، معك تلفون؟ مع من بتواصل؟ انا ما كنتش عارف الا حفظت التاريخ في 26/4 انه في 26/4/2017 جالس حافظ اليوم الاسود ذاك، فخرجوني انهلوا علي بالضرب، يعني ادخلوني حتى يعني وصلت في غيبوبة متواصلة. عندما ادخلوني كانت روحي قريبة تصعد الى خالق السماء. كان الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي الذي طبعا تعرفون انه حكم بالاعدام واطلق سراحه، وما زال حمزه ابنه جالس الان سنعود اليه، ما زال في سجن الامن السياسي على اساس انهم يضمنوا بقاء في صنعاء وعدم رحيل من صنعاء او كلامه عن جرائم الحوثيين. نسال الله ان يفك اسره واسر الماسورين. هذا يعني كان الشائب يحيى الجبيحي الصحفي كان يبكي حتى يقطر دموعه على وجهي، كل الناس كانت تبكي، يعني فجعوا السجناء. يعني أنا نقلوني بعدها بعد سنة وشوية إلى سجن الأمن السياسي، فكان هذا العنبر عنبر رقم 5 يعني بساعة حوالي 43، فكان يعني أرهبوا السجناء. عندما جاءوا السجناء وشافوا كيف حل بي خلاص يعني حيذلوا، لأنه ما فيش بواكي لهم، الباب الحديدي يعني فولاذي أمامنا ما حدش قادر يخرج منه، ولا حد يجوب علينا ولا في الزيارات ولا في الشيء، ما سمحوا الزيارة إلا في آخر المرحلة. بعدها قمت فوضت أنه ما يمكنش أني أصبر سنة وشوية بدون زيارة، ضروري أزور، ليش ما الناس بعض الناس بيزوروا وأنا أطول واحد تانا فترة، ضروري أزور، ضروري ما كنتش أتوقع أن الآن لي من حين خرجت 8 أشهر أو 7 أشهر والباقين ما زالوا لا حتى الآن عادهم، يعني الحوثيين يعني تطوروا الآن بيقولوا هؤلاء مش موجودين عندنا ولا لهم وجود. كانت الوقفة اللي قامت بها رابطة الأمهات رابطة أمهات المختطفين يعني أقلقتهم، يعني جننتهم، جو حتى فتشوا حتى سراويل السجناء، فتشوا كل شيء، يعني إحنا ما بيسمحوش لنا يعني الملخخ يعني بيخبي، الله يكرمكم كانت أخبيت في الطرف الحفاظة في نهاية المطاف، لأنه بعد ما جاء الجنيد سمحوا لي بالحفاظات. دق عليهم الباب وقال الرجل هذا اللي داخل مشلول، قالوا كذاب، قال أنا تفعل تقرير وأنت مسؤول عليك، قال لا مسؤول عليك، إلى درجة أنهم قالوا افعل على ضمانتك على مسؤوليتك. يا له أبو سامي هو أبو عمار قالوا له على مسؤوليتك، وأبو شام قال حاضر فعل وأنا أتحمل، يعني وكان يحانكم، قال وأنا أراهن $1,000,000 إن كان كلامي كذب. نقلوني طوالي إلى مستشفى الشرطة، تبين أنه جمال المعمري مشلول، عندها صعقوا يعني كيف نفعل به كيف نسبر به الموضوع، قد الناس عارف اللي قد أنا داخل، خاصة الدكتور الجنيد رآني وفيصل الشعوري و بعض الشخصيات التي سجنت، وزير لا أتذكره من بيت المخلافي، ناس الصبيحي كنت تلتقي به مرة واحدة، الصبيحي كان متواجد في سجن الأمن القومي. طبعا الوضعية اللي كنت فيها كانت وضعية بائسة، الجنيد كان يسمي الزنزانة زنزانة المكهربة، قلت كان أقول له يا دكتور عبد القادر كيف معاذ الجنيد هذا، بيقول للحوثي أنت نبي العصري، كان يجلس يلعنه واصل يقول نحن نبرأ الى الله منهم، قال لا احنا ساده ولا احنا كذا ولا احنا، احنا رافضين هذا المسميات ورافضين هؤلاء كهنوتيين جاءوا لتدميرنا، ولكن يا ولدي لك وجهي وعهد الله ان خرجت قبلك واظن ان معي وساطه هخرج، انا بسافر من اليمن واغادر بهرب لي كندا ولا اي بلاد. طبعا هو كان مسجون سجين جلس 11 شهر بسبب عبد القادر الجنيد، ايوه بسبب انه قال ميليشيات الحوثي تنتهك الهدنة حق جنيف، أو أول هدنة عندما فعلوا الهدنة وقاموا ميليشيات الحوثي يضربوا لا داخل تعز، وهو غرد بهذا التغريدة كانت سبب في تعذيبه أنا 11 شهر، طبعا هو في حدود 70 سنة مش صغير. طبعا للعلم الكنترول كانوا تواصلوا مع الدكتور الذي ذكرت، ولكنه اعتذر أنه في سفر، كنا نريد أن يكون معنا على الهواء ليتحدث أكبر، يعني شكرا له على كما ذكرت كان بعد الله
نعم يعني أكثر السجين تكلم، لأن من كثير بيخرجوا للأسف، وأنا أوجه لهم نداء ممن خرجوا تبادلات في أي مكان، سواء كانوا في تعز، كانوا في الحديدة، كانوا في مأرب، كانوا في أي مكان، للسجناء اللي خرجوا اتقوا الله عز وجل في إخوانكم. نعم. خرجتم وأنتم متحملين عهود ومواثيق لهم، كيف حالتهم؟ وكل واحد خرج جالس في بيته أو جالس عند زوجته، أو يعني انكفأتم على أعقابكم ولا واحد يتكلم بالمأساة. أنتم شاهدتم اللي قتلوا، شاهدتم اللي عذبوا، أنتم تذكرون مسعود البكيلي كيف ضرب، ذاكرين أحمد معكفي كيف ضرب بالمطارق، ذاكرين صالح البكيلي كيف ضرب بالجنبي على مقدمة جفاته حتى قطعوها. أنتم عارفين علي الحيراني اللي صاحب حجها اللي مكسر يده ورجله مكسر، ودخلوا لنا واحد بالبطانية مكسر، والله انهم ما قاموا له باي عمليه، يعني يدها اليسرى قد بطلت قد هكذا يابسه، والله بسبب الكسر انهم ما عالجوا ولا سووا اي شيء، وما زال يعني قبل ايام تفاجات انهم حكموا اعدام كما حكموا اسماء العميسي وحكموا الكثيرات. طيب اخ جمال، ممكن ان تعطينا ايضا المشاهد الكريم الادوات التي كانت تستخدمها هذه الميليشيا الاجراميه بحق يعني ادوات التعذيب الى جانب الكهرباء الصواعق التي ذكرتها؟ اول شيء بيقوموا بها عند ما بيدخل السجين بالكرسي حق الالي يضربه في قفاه ولا في ظهره لو ما يبركه، هذاك اول شيء. بعدين ينهالوا على بالضرب بالعصي وبالاسلاك الكهربائيه، ثم بعد ذلك تبدأ المراحل حقهم التعليق، بيعلقوهم من 8 ساعات، من 6 ساعات، من 12 ساعة. أنا الحين كنت قد اشتليت ما عاد علقوني، قد أنا ما عاد بيشيل نص جسد، سلمت هذا بس الباب هذا حق التعليق وباب الثعابين، لأنه كان يعني بعضهم لو واحد يعني باقي فيه عنفوان أنه يقاوم ويسبهم ولا يسوي شيء، بيدخلوا الغرفة ويتولى الثعبان عنده ولا يتولى مجنون ولا اثنين مجانين عنده يلدعوا له الفيوت. الله. فتصور كان زنزان الرقم 8، هذا الزنزان المعفنة كان والله الغفنة، الناس يعرفوا الغفن يعني أو العفن، كان يعني إلى 2/3 الجدار، ما تعرف فيها لا ظهر ولا عصر ولا فجر ولا أي وقت، ما تعرف شمس ليل أو نهار. طيب معقول يا أستاذ جمال هؤلاء نمنيون؟ هؤلاء يعني من أي والله مجرمين. وأيضا أنا تكلمت في مؤتمر الرياض عن شخصين، طبعا هم يقولوا لي كيف علمت الغيب؟ أنا ما علمت الغيب، لكن عندما ضرب الطيران في الصرف، عندما ضرب المعسكر التدريبي ويعني تكسرت الأبواب اللي عندنا وكنا نشتي نخرج، إلا أنهم اطلقوا النار وقتلوا الناس داخل السجن حق صرفهم، كان يشتوي فعلوا مذبح الله ظهر قوات التحالف، جو يشبكوا السجن بكله على أساس يفجروا حق صرف ويقولوا قوات التحالف ضربته، لكن صاحوا المساجين، صاح الشيخ عبد اللطيف مطار وشيخ والسجناء الباقيين أحمد الحماطي والبقية، قالوا بيلقموا السجن حيفجروا، أصحاب صعدة عرفوا أصحابهم قالوا هؤلاء الآن بيشبكوا السجن الغام، كان نسمع الحركة حول السجن من بس ما فيش معنا يعني على 4 متر وما فيش إلا يعني مواصير 4 هنش، وطبعا طرفها من خارج مسدود يعني كوع مفتوح من الطرفين ومسدود لا تشوف، يدخل لك منها الضياء، تصور الكوع كما يدخل لا داخل الغرفة الضياء. فعندما طلعوا يسمعوا عرفوا الوضعية، قد كان كسر الكوع شافوهم وهم بيشبكوا، قلعنا الأبواب اللي عندي في الزنزان الرقم 12 قلعوها، قلعوا زنزان 10 9 كلها تكسرت الأبواب إلا زنزانه واحد، زنزانه 4 أو 5 اللي ما رضش الباب حقها يكسر، طلعوا المفاتيح من داخل، خلعوا باب المخزن، ما كان فيش ولا أي حاجة، حتى أسلحة السجناء اللي بعض السجناء أو عسكريين دخلوا بنادق ولا شيء أو لقوهم في أي نقطة وشلوا بنادقهم ما عاد بش ولا حاجة ولا جنبي ولا أي شيء، يعني من أغراضهم قد تصرفوا فيها وباعوها. طبعا سيارتنا وأغراضنا وكل ما نهبوه حتى أثاث البيوت، أنا خرجت بثوبنا من عند الحوثيين، والكثيرين أضاعوا لهم 10 الملايين من المنهوبات. هؤلاء عندما حصلنا يعني تلفون من هؤلاء الناطق، ما كان عاد فيش إلا هو في البطارية، قاموا اتصلوا الأخوة يعني السجناء لقناة العربية، اتصلوا الصليب الأحمر، اتصلوا لعدة جهات إن هؤلاء بيفجروا بنادى الحين، إذا ما انتبهتوش لنا حيفجروا، تواصلوا بهم بعض الجهات والمنظمات، أوقفوا التفجير، كشفوا يعني أوقفوا التفجير، لكن ما الذي حصل؟ حصلت جريمة، يعني ايش اقول لك، جريمة تطهير وجريمة قتل وجريمة حرب، انهم قاموا قالوا للسجناء كلهم في يعني 28 زنزانة يخرجوا كلهم فالجهتين، ولي طالع انهم يعني كلهم يدخلوا الى الصالة. عندما ادخلهم الصالة قالوا لهم خلعوا الملابس، بقوا طبعا بالنكسات ما فيش ولا اي حاجة فوقه، بعد ما خرجوهم لوسط الصالة كانت فصول المذبحة، قاموا كله يعني دخلوا المعدلات من الـ هذا حق المواصير واطلقوا النار مباشرة إلى داخل، يموت من مات ما همش حانبين،
مطرح في رأسه في بطنه في رجله في أي مكان. والله أنهم أطلقوا أكثر من 5000 طلقة. ومن يراني على الشاشة سواء كان بشير الرمادي أو محمد عرور أو الإخوة البقية اللي خرجوا والشيخ عبد الله في نظر والجماعة الباقين، يا ليت وتتكلموا بهذا الشيء أمام وسائل الإعلام وأنتم ذاكرين المذبحة التي حصلت. قتل فيها حوالي 13 مختطف ممن كانوا معنا وجرح العشرات، ثم قاموا بنقلنا إلى مبنى الأمن السياسي. عندما وصلنا مبنى الأمن السياسي كانت وصول المأساة. أي سجين بيدخل من الباب يعني بيضرب الضربة على يعني على هذا المكان على رقبة لو ما يطيحه هكذا. وصلوا حلقوا لهم صفر وضربوهم ما بيش ولا واحد. كان في هذا اللودري أول ما دخل أنا كنت آخر واحد، لأنه أنا كنت يعني دخلوني فوق النقالة طبعا الأول أو الثاني، لكن شفت المشهد بكله أنا كنت بينها راقب. وقبل ما أذكر هذا المشهد طبعا عندما اكتسر المخزن، عندما اكتسر المخزن اطلعت على الكشوفات كامل، الكشوفات السرية، الكشوفات حكي سري للغاية، الكشوفات الوردية، الكشوفات التوقيعات، الأمور المالية، كل ما هو معاهم مع الحوثيين وما هو داخل الجهاز قريته كامل. من ضمن من وجدت أسماءهم فرهمند رضاي إيراني الجنسية محقق معاهم، والثاني من بيعذب والناس، والثاني آرش طوسي. هؤلاء الكلبين الاثنين اللي جاءوا من إيران لتعذيب أبناء اليمن كانوا متواجدين في نفس المبنى. عرفت أسماء كثيرة جدا وعرفت الوفيات وعرفت أشياء كثيرة. جلست أتحفظها يعني عندما أطلقوا الرصاص وكان يقتلوا الناس أنا قاموا بسحبي إلى طرف الغرفة دروا الحواثف. دعاني أبو علي الحوثي معمري عادك بخير، قلت قد أنا مصاب، قال فين، قلت يدي اليمين، قال عاد نكسر لك رجلك اليمين. بيقول لي هكذا والله بهذا الكلام. تدخل واحد من عمران اسمه أبو قناف يعني ككوننا من هذه يعني مناطقية كفز، قال والله ما حد يقربه من الطاقة ما بين أشوفش، ما أطلقوش علي النار. أنا قد دخلت الملفات كلها معي وقعت قتلة في هذه، قلت لك 13 شهيد وقع لنا هناك. هذا على حسب ما دريت فيما ما بعد بالعدد الإجمالي. عندما قلت لك دخلنا الأمن السياسي يعني كان السجناء يتضورون من الجوع. حسين الضفيري يراني والأخ نجيب الصوفي والأخوة الباقين كان يتمنوا يعني الحبة التمر أن تدخل من نقص السكريات ومن انعدام التغذية. يعني يدي لك فول ما تدراش، هو فول هو حمص وشو هذا اللي يدوه لك ما تدراش الشو من حق المنظمات اللي بيلطشوها، ويدوه لك يعني حبة ولا ثنتين بطاطا وشوية ما فيش عليها يعني ما بيكشنوهاش ولا بيطبخوها ولا معها أي شيء. البطاطا تقول لك بيفترع عن لحالهم بين الماء ما فيش ولا حاجة. الرز يعني عفوا حتى البهائم ما حش قادر حتى غير وسائل التعذيب التي كانت تمارس. ايوه بنطرق الى ما تبقى. فكان يتساقط السجناء على الارض. عندما كان يتساقطوا يعني انا كان معي كيلو ونص تمر اللي كان معي وشويه طحينيه، لاني جلست اكثر من سنه و11 شهر جاني العصب السابع فما كنتش ابلع ولا اي حاجه. كان يعني عش على سنه واكثر من سنة تقريبا قرابة سنة وعشرة أشهر وأنا على السوائل وعلى الطحينية والتمر، ما أكلت حتى حبة خبز أو حبة عيش. والسجناء كلهم عارفين هذا الشيء، ومع ذلك جالي الرب وجالي الضغط وجالي يعني مع الشلل أيضا قرحة شديدة في القولون ما زلت أتعالج لها حتى الآن، وهم بحاجة لإصال جزء من القولون بسبب يعني ما تعرضنا له من قهر. يا أخي يعني يجي إنسان لا يساوي يعني لا يساوي شيء يهين أبناء الناس، يهين الكرماء، يهين الرجال، يهين الناس الصادقين، يهين يعني كم من دكتور، كم من أستاذ، كم من ضابط، كم من شيء، كم من يعني الناس هم. أنا مش عندي طبقية وتمييز على أنه هذا مبلغ شيخ وهذا مبلغ ضابط وهذا مبلغ كذا، لا، لكن الناس أكرمهم عند الله بالتقوى. أما أنه يجي لك واحد عبد لإيران وعبد العبد الملك الحوثي وحذاء من ضمن الأحذية اللي بيلبسها ويجي يهين كرام الناس، فهذا يعني يكر القلب، يطير يفتح الباب ويقول 42 ولا 43 باجي ألطمكم أبو شامخ، يصير يفعل بيده هكذا ويجي ألطمكم. هذا السخيف، هذا الخنزير والله لا يساوي حتى يعني عيب علي أني أذكر الخنزير مع أنه أوسخ الحيوانات في الأرض، إلا أن هذا لا يرقى لمثله. يعني تأتي المرأة يعني فتقول يعني الآن في الزيارات بأسر المختطفين بيتواصلوا معي، يعني تطرح صورتها عندهم مش بس يدعسها وبس، يعني ينتفها يرجمها يقولها روحي لك أنت، يعني إهانات بيوصل، أهان النساء وأهان الناس، وصل إلى حالة يعني حالة من الغطرسة لا يعلمها إلا الله. يعني سفهاء القوم، كان هذا أبو مشاكل يجي يسب الناس ويسب يعني أكثر من 300 سجين ويقول لهم يا أولاد الكلب يا خنازير يا محترمين، لا فوضى ولا هدوء.
مش فاهم ما معنى هذا الكلمة، لا فوضى ولا هدوء. هذا الحقير ما كان يعرف حتى يعني تشوف يبدا التلفون يبدا حتى ما اقول باكده ولا فاهم اي شيء، يعني انسان غبي 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 لا اخر حد، غيرها من وسائل التعليم يعني. ايوه يعني يتولك واحد مدلوز ما يفهمش ولا اي حاجه، لا معروف ولا منكر. نعم. ويتولنا باقي الجهال هنيك عندنا من المدارس حقونهم، من وخاصه من الجهات يعني الناس اللي هم ما همش متعلمين ولا مثقفين ولا عندهم ثقافه، اللي يقول له حاضر أيوة. يجي وبس. ايوه حاضر يجي ينفذ على اوامر ضربه يسلخ حتى الموت ما هوش حانب، علقه ضربه. هذاك الفرنسي اللي خرج وطلعت انا وهو في يعني التقينا في الرياض في قناه الحدث، والله هو ما تكلمش عن نفسه، يعني قد يكون انه استحى بعض الشيء، ان كان يسلخه كان يعلقه حوالي 10 ساعات في الليله. يعني تصور من هذا اللحظه الان الى وقت الفجر وانت ما تسمع الا العويل وتسمع الصراخ. الكثيرين بيطلعوهم كل ليله شمسيه يعلقوهم في الشبك، وبعدين يجوا لهم غير يعني الملثمين يدخلوا لهم بس ايش اسمها السلات كبيره من حق العدادات يضربوا بها السجناء، ما بيطلع لهم ما بين الحياه والموت. وعلى هذا الحال يعني هكذا انتقائيه، مثل ما كانت بسر في حق الافلام هذه حق عمر المختار ولا غيرها. ايوه افلام رعب، افلام رعب. يعني الوضعيه اللي بنتكلم عنها ما أقدرش لا حلق ولا عشر ولا عشرين، يعني لو أقوم أسرد لك بعض القصص أو القضايا اللي فعلوها يعني أشياء مشينة وأشياء مشي من أخلاق اليمنيين، بعض الأحيان بنستحين نذكرها لوسائل الإعلام لا يقولوا هل هؤلاء يمنيين، يعني مع أنه واجب أن احنا نخرجها، لكن بنجد بعض الأحيان أنه حياة كيف ترجع سمعتنا، كيف ترجع سمعة اليمنيين. هل وصلت إلى حد كما بعض السجون يعني كشفوها غير وسائل غير يعني مش عبر وسائل الإعلام، إنما هل وصلت حد الاعتداء الجسدي اللي يسمى الاغتصاب وغيره من هذه؟ هؤلاء للأطفال يعني هؤلاء الأطفال سمعت بعض الأطفال تكلموا عن ذلك، لكن ما زالوا داخل صنعاء ما أستطيع ذكر أسمائهم. لكن العنبر رقم 7 يا أبو عماد يا مطلق المراني إذا كنت تراني أنت وأبو طه عبد الرب الجرفان وكذلك أبو عقيل، العنبر رقم 2 في الدور الأول في الأمن السياسي، كفاكم عبثا بالأطفال، كفاكم عبثا بالأطفال، الأطفال المتواجدين في ذلك في سجن حتى إلى حتى الآن يعني معنا 56 طفل الآن اللي هم في سجن الأمن القومي ما بين زنزان الرقم 7 وزنزان الرقم 11، هؤلاء في الدور الثاني في مبنى الأمن السياسي التابعين للأمن القومي، لأنه ما عاد مش معهم مبنى قدوم هناك جالسين. كذلك تحت اللي هم متواجدين أيضا من الأطفال 37 طفل اللي متواجدين في الأمن السياسي. تصور أنه يعني وإحنا في آخر أيامنا في صرف يعني وما قد حش أثار قضايا النساء، البنات المعتقلات اللي ما قد حش يتكلم عنهن نهائيا اللي اعتقلوهن من المخيم حق يعني حق شارع حائل تقاطع جولة يعني شارع 20 26 بنت خلوهن يعني بحسب علمي شهر وشوية لو ما نقلونا، ما احناش عارفين خرجوهن جلسن ما احناش عارفين اين توهن. وما بيحصل الآن بتشوف من فضايح، يعني ما جرم أسماء العميسي، ما جرم أنور الركن لو ما قتلوه، ما جرم الكثير، يا رجل جاء يعني جاء شائب اسمه علي السودي وصل إلى باب السجن الأمن السياسي بيترجاه أبو عقيل وبيترجاه هناك أبو شامخ وواحد بيسموه كلب اسمه يوسف، بيقولوا لهم يعني أشياء شوف ولدي، هو مخفي قسريا للثلاث سنوات، أشياء شوف ولدي، ما زيد عليهم الكلام سحبوا ضربوا الضرب مبرح ما عاد لحوش المستشفى، توفى الشائب هذا وعمره في حول 70. علي السودي تذكره جيدا يا من تروني، خاصة من ميليشيات الإجرام الحوثية، الإرهاب اللي حصل إرهاب يعني ايش اقول لك دو ما عاد باقي الا نقول ذبح على الهويه، ما عاد باقي الا الاطفال هؤلاء ايش ذنبهم؟ طلع البطاقه حقك نعرف من انت. الاطفال هؤلاء ما ذنبهم الذي ياخذون؟ الاطفال يعني ما تصور الطفل ابن 13 سنه ما يكون ذنبه. خلاص يا اما يشي كربه النظام الرهائن حق زمان يا اما يجي لفقل التهم، ما ذنب العفيفات الطاهرات الشريفات بنات اليمن اللي يردتهن هذا قالوا شبكه تعاره وهؤلاء قالوا عاهرات وهؤلاء بيتواصلن بدول العدوان، ايش من كلام فارغ؟ يعني بيدي امراه بعضا كثير منهن يعني مش في فهم التلفون سوا وقال هذا بدفع الاحداثيات يلا تهلوا ومدوهم لا وما رجع وبعدها يجي يقول لي بصم يبصم وقدو راضي راضي. يعني حتى مساله يعني سجن النساء كنت تعلم بهن؟ ايوه نعلم بهن نعلم بهن، كان اقارب متواجدين لكن احنا ما بنقدر نتكلم لان متواجدين في نفس المكان ما نشجي نضرهم، لكن ضروري انه نتكلم بالارقام ونتكلم ببعض المسميات هم عارفين.
هم عارف ان هذا الشيء جيدا. طيب هنالك المعلومات افادت انه كانوا في سجن البحث الجنائي، ثم يعني انت تقول في سجن الامن السياسي، كان في صرف، اقول لك في صرف مش في الامن السياسي، في صرف في المبنى الاحمر اللي في راس الجبل اللي كانوا مكتب للتربيه قبل ما يحولوا الى يعني الى المعسكر التدريبي لقوه الامن القومي. هذا كان في 26 بنت كان جنبهن البهائيين حق بهاء الدين، من اسم بهاء الله عين الله هكذا اسمه ايراني، كانوا متواجد هناك. فقلت لك كان متواجدات. فالآن يعني المرصود إن 132 مختطفة، وليس العدد إنه باقي في 60 ولا 70 ولا 90. تتصور إنه من يعني الآن من اتفاقية ستوكهولم اللي المفترض إنهم يتخرجوا آلاف الأسرى وعلى ما اتفقوا عليه، جالسين بيذروا الرماد على العيون وبيضحكوا على الناس، وجالسين يعني يرجعنا نفوض على جثث، يعني إحنا نرجع ندور جثث. الحوثيين رافضين أي سلام، رافضين أي يعني يد، أيديهم ملطخة بدماء اليمنيين، يد تصافح ويد تقتل. هل شاهدت يعني أموات قتلوا يعني أو توفوا أثناء التعذيب الذي كان يمارس؟ أيوة. موقف لا يعني لا يمكن أن تنساه، أو مواقف لا يمكن أن تنساها، مؤلمة جدا لا يمكن أن نصورها للعقل والمنطق. حسين المصابي رحمة الله عليه وعبد الله النهدي، هؤلاء في يعني في منتصف 2015، يعني تقريبا في شهر 7، في أوائل 7، يعني كان توهم في زندان الرقم 8 وتم تعذيبهم حتى الموت. الاثنين هؤلاء هم كانوا يدخلوا على واحد واحد فيها، يعني هي تعتبر هي طبعا قتل فيها الأمريكيون وقتلوا الكثيرين فيها. هذا يعني كانت تعتبر المسلخ حق الحوثيين. مواقف الشيء تحدثنا عن مواقف محزنة مؤلمة، لعلها يعني تنال كذا يعني حتى ولو نوع من التأثير لدى المنظمات، لدى من يدعون حقوق الإنسان. والله أقول لهم من ضمن سجون الطفولة أنهم جاءوا لنا بالطفل راضي الرحيمي، طبعا كان عمره لا يتجاوز يعني حوالي 14 سنة. أنا لن أستحي في هذا الباب ولكني سأتكلم. الولد هذا طبعا لم يبلغ الحلم، عندما بلغ الحلم قام يبكي الليل انه انا قد توسخت وانا كذا. يعني الولد مش عارف طبعا، ما درس شو الولد هذا، كان مع موتور بيسوق على الموتور، وطبعا اختطفوه. مدري شبهه بناسه وكيفه، وجاء اختطفوا الجهال هذا وخلاه شهرين ونص عندنا في الزنزانه. فقام يبكي الليل، بيبكي الليل وبيقول لي، بيقول يا عم بين، اقول ما بيبكيك، قال توسخت ملابسي، ايش فيك؟ المدري ما فيني، مش عارف انه احتلم. لو ما سألنا ما هو اللي حصل لك، انه بيقول لنا، قلنا يا ولدي لا يعني، برجعنا نبكي كلنا، بكينا. ليش؟ لأنه يعني في هذا السن المبكرة وفي هذا العمر وفي نفس الوقت جاهل، مش متعلم ولا فاهم ولا دارس، جالس يلبي ويلبي على أمه بالمطر. طبعا أمه يعني مصابة بكسر في رجلها وما اعتعفتش منه. مواقف أخرى إنسانية يعني ممكن أن الواحد كلما ذكرها كلما لا يستطيع أن يحبس دموعه من والله قد أنا بين أعتبر نفسي أكبر موقف إنساني عندما كان يضربوني لمدة 8 أيام متواصلة، ويقولوا لي سمعوني أصوات نساء ويقولوا لي ها اسمع هؤلاء نسوانك هؤلاء، ويقول الله يسر على نسوانك، الله يسر على مدري ايش، يحسسك انهن معتقلات، يحسسك انه بيتعرض لنا التعذيب، وما انا مش عارف ان اصوات نساء ثانيات او اصوات من، انا مش عارف. كيف كانت نفسيتك؟ اكيد اني بتدمر نفسية اي واحد، هذا شرف وهذا عرض وهذا يعني شيء يعني يندى له الجبين، يعني مش من اخلاق اليمنيين. كان الكثيرين في اليمن انه يعني انت عارف انه انت يمني، انه لا واحد خرج يعني ولا به تفتيش ولا به نقطة عسكرية، أول ما بيوصلوا مع النسوان ولا شيء قالوا له تفضل اطلع، إجلالا وتقديرا واحتراما، لأنه مع عائلة ولأنه مع عرض، لأنه عرضي عرضك وعرض أي يمني. ما ظنيناش في يوم من الأيام أنهم يعني يعتبروا هذا الأمور سهلة، ما ظنيناش في يوم من الأيام أنهم يخرجوا ثنتين عرايس في نقطة ردع عند أبو هاشم، يقوم يحلق شعر رؤوس السن اللي من حجه ويحلق رؤوس السن، ويقوم يطلع هذا الخنزير حقهم المفتي يطير يقول هذا شمس الدين اسمه شرف الدين، يجي يقول أنه على يعني أنصار الشيطان أنهم يمنعوا نزول أي فتاة تتزوج إلى مناطق المرتزقة، وهذا لا يجوز، وهذا يعني أباح لهم هتك الأعراض، أباح لهم هذا الأمور. ما حصل أيضا لي عندما كان يخوفوني بأخي حافظ أنه أخوك اسمع هذا تعذيبه، ويجيبوا لي صوت واحد بيضربوه، كان يضربوه ضربة عنيف، ويقولوا لي هذا أخوك، وهو صغير طبعا المتواجد معي في الاستوديو برا، كان يعني هو ما هوش موجود طبعا، ما اعتقلوه ولا هو موجود، يعني هو في أمان الله.
جو ايضا يقولوا لي ابوك مات، ابوك توفى الله يرحمه، امك ماتت، يتصلوا لاهلي بعد السجنين ويقولوا لهم ابنكم توفى، كان يفعلون من هذا المآسي. أمس هذا الرعب، هل كنت تنام؟ هل كنت كيف كنت تعيش هذه والله اللحظات؟ انا شوف انا اتجهت اعتبرت نفسي انه عندما نجت من بيت علي محسن وما حصل فيه من سلخ وما توفوا من كثيرين وفي شاهد ميزان شاهد رقم أمامك. 8 ايوه انا تكلمت عنهم اللي بين اقول لك عبد الله النهدي حسين الحيمي ماتوا امامك كثيرين ايوه ماتوا سواء في بيت علي محسن او في بيت اسمه او في سجن صرف القديم. ما حصل خلال يعني هذه الفتره بنعتبره اكرام من الله لي عز وجل انه قدرني بالنذر اللي نذرت في قلبي انه عاد اخرج وعاد اتكلم عن كل ضحيه واحاول بقدر الامكان اني اكون شمعه تحترق لتضيء الاخرين. عندما خرجت من يعني من رحم المعاناه خرجت ايش اقول لك يعني ما زاد من عمري بنعتبره اكرام من الله عز وجل وله ما كان عاد بيش لي عمر لانه الكثير ماتوا ممن هم زملائي داخل السجن ويعني ما بيش لهم بواكي. انا اخرجت يعني اكبر موقف يعني تاثرت منه الاخ مسعود البكيلي عندما نزلوا بعد ما جاء كذب السيء الملعون عندما قال لهم في نهايه في يعني تقريبا في شهر 10 2017 ان بعفو عام. كان العفو العام هذا يعني مجزره للمختطفين، كان بيدروا الرماد على العيون للناس للمساكين والرأي العام انهم في عفو عام. العفو العام اللي كان عندنا جاء ابو عماد رئيس مطلق المراني وفتح الزنازين زنزان الزنزان وقال يعني ما قضيتك قبل ما يتكلم ما قضيتك يعني بعد ما يقول لهم ما قضيتك قبل ما يتكلم السجين يجاوب عليه انت كذا وكذا 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 انتم تعاون مع عدو العدوان انتم دواعش انتم كذا انتم كذا. فكانوا يقولوا لهم هكذا. بدا الفصل التعذيب من الليل بعد ما سار حقها العفو العام. انا كنت يعني قفزت وقلت للجبيحي في ساعه تاول الباقين في الزنزانه قلت كذابين هؤلاء اركنوا على وعد شنج. قالوا ما وقلت يكذبون كما يتنفسون والله لا يقع عمل غير العمل اللي انتم. قالوا انتم متشائم. قلت ما انا متشائم انا منتظر انه يجوا لنا الجيش الوطني يخرجونا. انا قلت حتى 10 سنين. طيب حدثنا استاذ جمال ايضا عن مواقف حصلت لك هذا لا يمكن ان تنساها. اشياء وصلك الموقف هذا. فعندما قلت لهم انه قالوا انت يعني متشائم. قلت طيب خلونا جلسنا ونزل الاول نزل والثاني. تتصور انه واحد من السجناء ما اشيش اذكر اسمه من صعده من قولم بن عامر من بني سعد طبعا قد كان حققوا معه حوالي 46 تحقيق. ما تكلمش انه على اساس انه متعاون مع قوه التحالف. رفض انه يتكلم. نزلوهم بالمطارق والله بالشواكش ضربوهم على رؤوسهم على مناطق الكلى. كل من نزل اعترف. طبعا كان اله التصوير في بوك داخل يعني جو يطرحوا وراء امام السجين في هذا الجهه يطرح بوك داخل الدولاب ويطرح الكاميرا فيه ويجوا يخمدوا السجين خارج لا وما قد با يقتلوه ويدخلوا وقدود يقول عسل لا فوق الكرسي ويفتح الكاميرا من هناك ويجي يقول له ما سويت تعترف انت فعلت كذا وكذا وكذا. يقول ايوه انا سويت انا فجرت انا قتلت انا دمرت انا فعلت كذا وكذا. وطبعا كلهم ما طلعوا الا يشيلهم عند عبد الرايح وهم الان محكومين بالاعدام 67 حاله اللي محكومين بالاعدام الان في سجن الامن القومي. الحاله اللي قلت لك جو نزلوا مسعود البكيلي من عندنا هذا من بكيل المير اللي قلت انه يعني نسيب فقط بيعتبروا انه متعاون مع قوات التحالف انجا هرب لا حجور. يجي يعني ياخذ زوج اخته ويطرحه في السجن عندنا سنه وشويه. ما بالله يقول لهم اين فلان؟ عندما وصلوه كانت الحاله الماساه اني انا على ظهري مستخدم الحفاظات وفي حالة غير الحالة يعني كنت على الأكسجين يوما ما كان يضج الدولي كان غير المساجين يجلسوا ينهفوا لي يعني بملابسهم لأجل أقدر أتنفس. فجال عندي وبكيت وبكى بيقول لي أنا أمانة تتخطى على رقبتي أنا أمانة في عنقك لا يوم القيامة لا تنساني صرت مع يقتلوني. اللي طلعت الحكة الفنيلة في مارب أول ما خرجت اللي خرجتها معي فنيلته أخرجوا الولد هذا مسعود البكيلي رحمه الله ونزلوه ضربوا لا قبل الفجر طلعوا عندنا بلدم لا ساعة 9 صباحا ولفظ أنفاسه. الله علي زد قدرت أخرج له من الدنيا الفنيلة حكه وملابس بعض السجناء جالس معي. وكنت طالب أول ما خرجت أنه من المنظمات الدولية نتشكل لجنة من الطب الشرعي وشوفوا الحمض النووي هل هذا الملابس حق هؤلاء الناس هل هؤلاء من تكلمنا عليهم صح يكشفوا على أجسادنا يكشفوا جالس الخسيسة اللي على قناة الساحات الحقيرة اللي بيتكلم هذاك معجب اللي يتعرى عن الرجولة وعن مش ابن اليمن أقول ابن الفرس اللي جالس بيسب العباد الله عندما تكلمنا أنه
انهم استخدموا اثقاب بتوريل، نحن بنقول لهم جو هذه يدي عندك، هذه يدي عندك اليسرى، هذه يدي هذا الثقب اللي ثقبوني في يدي، هذا الثقب اللي ثقبوا في يدي لما وصلها العظم. ليش ما تجي لجنة الطب الشرعي وتجي تشوف هذا الكلام صدق وكذب؟ ما في أرجلي وما في يعني من حريق، بل النار اللي اشعلوها فينا يعني هذا من الأساليب أيضا اللي ذكرتها، احرقونا بالنار، بيتي لك نار ويعني شوله ويخلي شوية النار هادئة ولا حق دافور ويجي يطرح رجلك كأنه بيشوي دجاجة عنده. من الأساليب أيضا شوف ممكن تعيدها مرة، هذا نشوف النار وردكو نرفع ممكن الشاشة على الشاشة يشاهد الناس، أعطيها إشارة. هذا يعني بماذا استخدم معك؟ هذا بالدريل. ارفع يدك على الشاشة. أيوه. هذا اللي جالسين بيسخروا ويقولوا احنا كذابين. هذا بالدريل، بالدريل الكهربائي. اما طبعا في اقدامي الكثير يعني من الحريق النزل والعركوب، الله يكرمكم ويكرم الاخوه المشاهدين بالكامل، احرقوا بالكامل حتى اتساقط. بيقولوا لي هي مه اكرمكم الله، جاوبت عليهم ان كان من يعني ما نقول احنا عندنا من النغافه، من جهه انه لنت لهم ما لنتش الحوثيين ابدا داخل السجن، كنت قاسي بتعاملي معاهم. فبيقول لي قال هي افتانت هكذا اطلع على قناة المسيرة، قلت اطلع اقبل ابوك، تعال شوي هنا. قام دقني هنا على اساس ليش قلت لهم تعال شوي هنا، قلت له انه بنمسلك بتشوي رجلي، ما تشي برجلي بتشويها، انتم كلاب ولا انتم بشر لو ما بتفعلها كذا طبعا. ورجعوا يكاربوني ورجعوا ردوني على الكرسي. يعني استخدموا الكهرباء، استخدموا ثقب الالات الحاده، استخدموا ايضا قلت لك الثعابين، الضرب المباشر بعقاب البنادق، الضرب بالالات الحاده في الجنابي اللي حصل لصالح البكيلي واللي حصل لمسعود لاحمد علي مزيد المعكفي وللكثيرين. ايضا من الاساليب اللي كان عندهم لبعض السجناء اللي بعضهم حطموا وجوههم بالهراوات، يعني بيعور لأنفه ولا بيعور له يعني أذنه، معاهم أيضا نزع الأظافير، معاهم أيضا لا أنسى سجين طبعا لا أريد أن أذكر اسمه، لكن هذا السجين ماذا هو محكوم بالإعدام الآن عندهم. هذا السجين قصته انهم يعني هم من الحديده، جاءوا بالدبابه الحوثيين وقاموا يضربوا على البارقات من جنب بيته، وهو بيترجاهم وجوا عندهم. يا خلق الله النسوان، معي 9 نسوان داخل البيت وما معي الا 2 جهه، يا خلق الله لا تضربوش من عندي. ما رضوش طبعا، ضربوا قصف من البارقات، قتلت الاسره بالكامل من مكان اطلاق النار لانهم جوا ضربوا من داخل الحوش، قتلت 7 نسوان او مدري 7، ايوه يعني نساء ونساء اخوته اخوه وبناتهم. فالرجال يعني اصبح انه يعني في حاله هستيريه، جو يستخدموا في قناه المسيره يقولوا هاد دول التحالف فعلوا باك وسبروا باك، وجو قصفوك بالطيران وقتلوا الاسره هذا. اضطر انهم غصبا يطلعوا في قناه المسير، طبعا رجع انتقم منهم، رجع تعاون مع قوه التحالف وقال لهم بتحركات الحوثيين وما فعلوا. عندما طلعوا ما قاموا سووا به، اداوا لتر ونص صحه من هذاك الكبير، لتر ونص علبه قاروره صحه ماء، والله يكرمكم ويكرم المشاهدين، علقوها في خصيته. وكان هذا التعذيب اللي فعله له. هو ما زال مسجون حتى اللحظة، أسأل الله أن يفك أسره وأسر المعتقلين. نعم، تم تكريمك مؤخرا أستاذ جمال كعميد المختطفين، يعني كنموذج لآلاف النماذج، لماذا أنت اخترت تحديدا؟ أولا أشكر لوزارة حقوق الإنسان ودولة رئيس الوزراء والحكومة الشرعية لما قاموا به من تكريم. وأنا أرى أن التكريم عندما أرى آخر سجين يختطف يعني يخرج من المختطفين يخرج من السجن، هذا هو يعني فرحتي ويعني ورضاء قلبي وأنا سعيد بذلك. هم يعني جاءوا يعني أعطوني الدرع على أساس أنه تكريم للمسيرة التي خرجت بها من أول ما خرجت من السجن، طبعا لي 4 سنوات من أولادي ومن أهلي يعني ما التقيت بهم لحتى الآن، يعني أطفالي اللي ما زالوا في عمران ووالدي ووالدتي الأسرة يعني اللي ماكثين هنالك. طبعا خلال هذه الفترة يعني كان لي نشاط خروج مثلا
من صلب المعاناة منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، ما قمت به الآن من يعني من تحديث قاعدة البيانات للأسرة والمختطفين، ما قمت به للبحث عن تلك الوجوه يعني الإجرامية التي في غياهب السجون التي تقتل يوميا إخواننا المختطفين، والتي إن شاء الله في شهر 3 ستكون هنالك فعالية لإخراج صورهم للملأ ليشاهد كل يمني صورهم ويعرفوا من هم، من يستترون بلثامهم ومن يستترون بغترهم ليتغطوا على ضحاياهم. نعم. سأخرجهم بإذن الله. جمال، رسالة أخيرة توجهها للمجتمع الدولي، لمن أزكمت أنف العالم بحقوق الإنسان، للمغرر بهم، لمن زالوا في السجون، لذويهم وأسرهم. أولا، من العار على المبعوث الأممي مارتن جريفيث أن يكون وكيلا للحوثيين، من العار عليه أن يتشدق بمع معاناة الحديدة والحديدة والحديدة ليل نهار بالمعاناة الإنسانية، بينما أهل التحيتة يقتلون يوميا، نساؤهم وأطفالهم ومخيمة النازحين تقصف بالهاونات وتقصف بالصواريخ الحوثية يوميا. لم نسمع بيان إدانة واحد. مئات الخروقات التي أصابت المدنيين من ميليشيات الحوثي. نعم. لم يتكلم يعني أولئك الذين نطقوا بتقاريرهم وجعلوا من الحوثي هذا الإجرام الإرهابي، وضعوه في موقع الضحية ووضعوا البقية في موضع الجلاد. نقول لهم من العار عليكم هذا الصمت المخزي في اليمن، إبادة جماعية وتطهير عرقي بداخل السجون، آلاف المعتقلين لا زالون ينتظرون لمن يفرج عنهم بعد الله عز وجل، آلاف المعتقلين يموتون تحت التعذيب وتحت الجوع وتحت استخدامهم لدروع بشرية والتفجير بهم، كما حصل لأصحاب حسين أجعم 14 اللي تم التفجير بهم بداخل دار من الدور في صعدة، ثم قالوا أنها قوة التحالف وقد فك الله وأسره أخيرا وخرج بعملية تبادل. أنادي من هذا المكان الهايمن رايت ووتش، وأنادي أحرار العالم، وأنادي لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن، وأنادي المقرر العام لحقوق الإنسان، أنادي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أنادي كل المنظمات العربية والأجنبية أن التفتوا إلى من في اليمن، أن التفتوا إلى ما يحصل في اليمن. في اليمن تطهير عرقي وجرائم إبادة، من العار عليكم كمجتمع إنساني أن تسكتوا عن جرائم هذه الميليشيات الإرهابية. وأقول للحكومة الشرعية لابد من أن تكثفوا من جهودكم حتى أن تظهر هذه القضية وهذا الملف. نعم. للعالم، وتظهر جرائم الحوثيين لما يصنعونه. أشكرك إذن عميد المعتقلين اليمنيين جمال المعمري ورئيس منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، كنت معي في هذا اللقاء الحصري، والشكر موصول لكم أينما كنتم، وعجز الكلام عن الكلام، وهذا ربما يعني 1% من جرائم هذه الفئة الباغية التي بغت وأفسدت وجثمت على رؤوس اليمنيين. يبقى أملنا بعد الله على حمران العيون في ميادين الشرف والعزة والكرامة بسرعة تخليصنا من هذا الجرثوم الخبيث ومن هذا السرطان. دمتم ودم الوطن بألف خير. إلى اللقاء.